الرياضة فن وأدب والتراث لكويت الغد. بنسأل جاوب وبتربح ويانا كاشك بيدك بس خلك معانا انت صرت ولك الألو لا تحلي ترى علينا الحلو كل من يشارك بفورزا مضمون ترى فورزا عبدالله وماني بفورزا على القناة الثالثة عبدالله وماني بفورزا على القناة الثالثة عبدالله وماني بفورزا على القناة الثالثة عبدالله وماني بفورزا على القناة الثالثة. حياكم الله مشاهدينا من جديد في البرنامج الجماهيري فوز اللي طلع عليكم يوميا على شاشه تلفزيون دوله الكويت القناه الثالثه سبورت من الساعه 11 للساعه 12. اماني اهلا وسهلا. يا هلا ومرحبا فيك عبد الله وعطاني اياها من قلب. نعم طبعا انا من كل قلبي اقول لكم مساكم الله بالخير ويا هلا ومرحبا فيكم واكيد سعداء بهذا التواصل. دائما احنا متواصلين معكم من 11 لل 12 ويسعدنا اكثر لما نشوف الالو واتصالاتكم ومشاركاتكم عن طريق رقم الهاتف الحصري فورزا 2241260 2. واليوم بنوزع كاش ونبي الكل يكون شنو فورزا وربحان. لازم الكل يكون معنا فورزا يا امان وربحان. لا تنسون طبعا تشاركون عن طريق اكاونتنا في الانستغرام هاشتاج فورزا. حط رقم تليفونك وحط اسمك وان شاء الله فريق التنسيق المتابعه على طول راح يدقون عليك. وطبعا فقراتنا متنوعه بفورزا. عندنا طبعا فقره الدول وعندنا طبعا احرف الكلمات وعندنا احرف محفوسه وعندنا البوكس شو وعندنا فقره ريوم مع النجوم. لكن اليوم وين راح نروح يا اماني بفقره الدول؟ راح نروح اليوم طوكيو. وين طوكيو؟ باليابان. اليابان. رايحين اليابان اليوم. هلا باليابان وهذه المناظر اليابانيه ورانا. شوفيها الله. شوفي يا اماني شوفي اليابان شوفي الطبيعه اليابانيه وشوفي يعني حتى كان زين حط له المخرج الملابس التقليديه اليابانيه. نبي الملابس يعني التقليديه اليابانيه كان زين. وغير هذا يعني عبد الله اكلهم وايد حلو. السوشي الاكل الياباني غرامي وانشهر جدا 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 السوشي في الخليج. يعني الحين منو ما يعرف السوشي؟ أي مطعم صيني الحين مطعم صيني والياباني يقول له سوشي على طول. أو حتى مطاعم عندنا السيفود العادية يقول له سوشي على طول ينزل لك على طول. والمطاعم اليابانية هني عندنا مبدعة. إنزين اليوم دام طيارتنا باليابان أسئلتنا راح تكون يابانية بحتة. نعم. يعني من الحين تسوون أبديت وتجهزون معلوماتكم والعم جوجل ما يقصر. دشوا واخذوا معلومات عن اليابان كذي وإن شاء الله يمكن يصادفكم الحظ وجاوبون. أكيد بس ها أماني لا ينسون التايم. أي سؤال عندنا اليوم في الـ في الـ في الـ في فورزا 30 ثانية فقط هذا اللي عندنا. يعني هذا الفاصل ما بيننا وبين المتصل ولا شرايك يا أماني؟ أكيد 30 ثانية بالضبط. يعني اللي ما يجاوب بسرعه ويركز عدل ويانا راح يكون هو الخسران ونقول له هارد لك. اكيد عيل خليكم معانا مع التحدي والمنافسه. راجع لكم مع فورزا. مستمرين معكم مشاهدينا بالتحدي والمنافسة في فورزا. وهلا فقرة الأحرف المعفوسة. واليوم أحرفنا كلها معفوسة وملخبطة ونبيكم تتصلون علينا وترتبونها. بس قبل لا ترتبونها دائما انتبهوا ان في تضليل احمر. هذا اذا عبى المربع انت وما عطتنا الاجابه راح تكون خسران. والله اماني هذا هذه المعلومه قلتيها يمكن انت 50 مره ولا احد رد عليك. يا جماعه مو اماني كل يوم مسكينه تعبت وهي تقول لكم في لاين احمر بعد بالضبط. الاحرف اللي تطلع على الشاشه اللي تشوفونها هذا اللاين اذا عبى انتهى. يعني مو واحد يوصل للاخر بعد يجاوب فلان كذا لا ما يكون عارف عبد الله ان هذا اللاين هو يعني خلينا نقول التايم مال الاحرف المعفوسه. هذا التايم طبعا هذا التايم يختلف عن التايم موجود عندنا بشاشات. 30 ثانية يختلف طبعا عن التايم الموجود عندنا ك 30 ثانية الموجود على الهواء يختلف عن التايم الموجود على شاشة مال أحرف محفوظة. أحرف محفوظة لها تايم خاص بروحه بروحه. ومعنا اتصال جنات. عندك ومعنا جنات. يا هلا مرحبا فيك جنات.
هلا والله حبيبي. مساك الله بالخير وكل عام وانت بخير. مساكم الله بنور وكل عام وانتم بخير وعيدكم مبارك. وانت بخير وصحة وسلامة يا رب. طبعا خلاص ما بقى شيء منا ومنك يا رب صالح الأعمال، فخلصتي شغل العيد ترى عقب باكر بإذن الله العيد. إن شاء الله ينعاد عليكم إن شاء الله بالأفراح. آمين يا رب. جنات أبيك تركزين معاي ها بالأحرف المعفوسة وفي تايم معين، يمكن سمعتي احنا ايش قلنا بأول حلقة صح بالبداية؟ ممتاز. ركزي معاي، راح تطلع الحين لك الأحرف المعفوسة وأبيك ترتبينها بسرعة وتعطيني الإجابة. حلو؟ إن شاء الله. يلا. مشكلة فرق الوقت، يعني فرق التوقيت بين. لا تخافي. ما يخالف، راح نعطيك وقت لا تحاتين وتاخذين راحتك وتجاوبين، بس أبيك تركزين على الأحرف. حلو؟ إن شاء الله. يلا عطنا السؤال الأول بالأحرف المعفوسة يا مخرجنا ناصر. أوه. خلنا نشوف. كاهو سؤال على الهوا، شفتي؟ كاهو واضح. شفتي الأحرف؟ لا الحين ما طلعت. يلا الحين راح تطلع. المفروض طلعت عندك الحين. ها طلعت. عدل؟ الحين طلعت. يلا ممتاز. أوكي يلا روح عطينا. ها رتبي. اي. يلا. ها شوي. ها. حاسة فيها قاعدة. يلا. ها. الأكوا. يلا. ال. عطاك الإك. يلا. تايم تايم تايم. شنو؟ انتهى الوقت. للأسف. انتهى الوقت للاسف، يعني ما عطتنا الاجابه. احنا اعطانا حتى وقت زياده امانه، اعطانا وقت زياده لكن للاسف ما حالف الحظ. نتمنى طبعا تشارك معنا مره ثانيه وتكون قد التحدي فورزا وتكسب معنا الكاش. بالضبط تاخذون الكاش. ولا زالت ويانا اكيد اسئله كثيره واحرف معفوسه وبنرتبها وياكم، وردوا واتصلوا على 224-1260-2 واللي ما حالف الحظ اليوم او من قبل اكيد احنا مستمرين معاكم لعيد الفطر السعيد من الساعه كم؟ من الساعه 2 للساعه 3. الله وزهبوا نفسكم على قناه الكويت الاولى. انا اماني يعني وايد متفائل بالمتصل للحين راح يفوز. يعني ما متفائل حيل، اكيد راح يفوز. اعطوني اعطوني اتصال. يلا بنشوف اتصال. يلا عبر ما يجهزون الاتصال انا راح اتحداك بهالمتصل عبد الله. ليش اماني؟ ما انت قلت راح يفوز. اماني يفوز. انا شوف اقول شغله، راح يفوز من غير ما اساعد. هاي تحدي بيني وبينك ومع الجمهور. يلا من غير لا تساعد. من غير لا اساعد شرط. يلا شد حيلك المتصل اللي راح تتصل علينا او المتصله وبدنا الله تفوز فالها طيب. اوكي احنا طبعا ما زلنا مشاهدينا بفقره احرف معفوسه. احرف معفوسه نرد نذكركم فيها، هي طبعا عباره عن احرف معفوسه مو مرتبه، انت عيد صياغتها رتب لي اياها وطلع لي جمله صحيحه واكسب هاي الكاش. اكيد اخذ الكاش ولا تردد وعطنا الاجابه بسرعه، ودائما نقول لكم عشان ما تخسرون ويانا حاول كثر ما تقدر تعطينا الاجابه بسرعه قبل لا ينقطع الاتصال وانت تكون ما جاوبت والتايم خلص. حلوين حلوين حلوين. ها مخرجنا جاهز اتصالنا؟ معك اتصال عبير. من عبير. اهلا وسهلا يا عبير. هلا مرحبا. شو اخبارك؟ خير الله يسلمك. عيدك مبارك مقدما. ايامنا وياكم سعيده يا رب. عبير شلون يعني جهزتوا حق العيد ولا بعد؟ والله جهزنا كل شيء والحمد لله. الحمد لله افتكيت ولا الحين فل زحمه الشوارع. اي والله الزحمات تندش. قواك الله الله يعطيك العافيه. عبير تعرفين نظام مسابقتنا؟ اي والله تابعتكم كذا حلقه. ممتاز. احنا الحين باحرف معفوسه راح يطلع لك على الشاشه طبعا احرف معفوسه. عدلي لي اياهم اوكي واعطيني جمله صحيحه وكسبي معي الكاش. بالطبع. اوكي تعطوني شنو يعني تبون مني؟ انت الحين مو قاعد تشوفيني بالتلفزيون؟ اي قاعد اشوف. في احرف الحين راح تطلع على الشاشه معفوسه. عيدي صياغتها ضبطيها اوكي وخليها جمله صحيحه واعطيني اياها وكسبي معي الكاش. يلا يلا كلمه. هي كلمه اوكي. كلمه ولا مهنه ولا شنو؟ شو تقول ما سمعتها؟ ما نسمع. مهنة ولا كلمة ولا كلمة شنو؟ كلمة واحدة. هي كلمة، هي أحرف الحين راح تطلع لك كلمة أوكي بطلة. الأحرف كاهي وياك. الأحرف وياك كاهي مخرجنا خليها طبعا نحط لك إياها على الهواء. السؤال الثاني مخرجنا، السؤال الثاني. يلا يا بطلة يلا شدي حيلك. يلا يا عبير. يلا ها يلا. عبير هذه الأحرف قدامك. أيوه يلا كاهي طلعت وياك شفتيها؟ مسقط. شلون؟ مسقط. مسقط. برافو فورزا. مطلع عبير برافو برافو برافو. ألف مبروك عليك 30 دينار كاش مقدمة من وزارة الإعلام. الله وتستاهل عبير ويابتها بسرعة. معنا كانت قاعدة تحاكي أحرف معفوسة وما كانت عارفة نظام المسابقة بس ما شاء الله عليها يابت الأحرف. كسبت التحدي. فاز بالتحدي. عفو عليك أمانة مو قلت لك يفوزون معاي ما ساعدتها. خلت شهادة ما ساعدتها. وكلمة احرف يعني خلينا نقول اربع احرف وايد سهله بعد عبد الله. بعد انا ما لي شغل، انا قلت لك اللي بتصل وياه راح يدق راح يفوز. فاز عليه بالعافيه. يلا عليها بالف عافيه وابي كل المتصلين اليوم اللي راح يتصل يفوزون معنا. وعطنا الالو احمد. احمد شلونك؟ وعليكم السلام والرحمه.
بخير الله يسلمك. كل عام وانت بخير وعيدك مبارك مقدما. ايامك سعيده يا رب. الله يسلمك. يسلمك احمد. متابعنا من اول يعني حلقه؟ متابع برنامج فورزا؟ اي نعم متابعكم انا من اول حلقه للحين. وانا اتصلت قبل هالمره معاكم وخسرت. خسرت. لا ان شاء الله تفوز يا احمد. اه فالك طيب اليوم. يعني احب اني اقول كلمه ممكن؟ تفضل. اي قول. يعني احب اني اشكر مصداقيه البرنامج لان في وايد ناس على الانستغرام تقول تسجل رقمك رقمك ما يدقون عليك. لا انا احيي مصداقيه البرنامج. يعطيك العافيه. فعلا تسجل رقمك يدقون عليك. بالضبط. الله يسلمك احمد. احنا من المشاكل اللي نواجهها طبعا انت طبعا مشكور كلامك يعني امانه يعني على متمك كل شيء قلته صح. بالضبط. لكن ايضا بضيف على كلام احنا ترى فريق تنسيق ومتابعه ايضا في بعض الناس يتصلون عليهم لكن للاسف يلقون يا خط مشغول يا الجهاز يكون مثلا مغلق او مثلا يدق ما حد يرد عليه. عرفت شلون؟ اي والله اماني. فلذلك ترى فريق التسجيل والمتابعه يمكن يتصل بس مره واحده ما يرجع يتصل مره ثانيه. ما يقصرون والله ما يقصرون. ما تقصر يا احمد وان شاء الله تفوز معانا. وشكرا على هالكلام والاطراء الحلو منك. عدل عدل عدل. نعم بديتها. هذا جمهور فرزوي. والله اي والله فرزوي. اعطي السؤال. اعطي السؤال يلا يستاهل ان شاء الله. اعطي السؤال يلا. يا حالات الله يخليها لك يا رب. احمد هذه بنتك؟ اي هذه بنتي. الله يخليها لك يا رب. يخليهم يا رب لك ويحفظهم وان شاء الله باذن الله تكون فايز وتاخذ الكاش. الله يسلمك. انزين احمد تدري شلون؟ اعطي سؤال. اعطي سؤال الساعده. بعطيك سؤال. انزين الساعده. بعطيك نفوزه بس مخرجنا ناصر قال نفوزه. يستاهل. فايز مبروك. فوزه. فوزه يا احمد والف مبروك. عسى الله يحفظ لك عيالك اللي الصراحه يشرحون الصدر. تستاهل يا احمد. الف مبروك عليك. 30 دينار كاش مقدمه من وزاره الاعلام. تستاهل يعني نحيي فيك امانه المصداقيه اللي عندك. وايضا نحيي فيك طبعا عيالك الله يحفظهم ان شاء الله. يعني سوونا اجواء جميله في الاستديو. عليك بالف عافيه ان شاء الله. المبلغ الكاش اللي كسبته معانا في فورزا. ويعطيهم الف عافيه مخرجينا الزقرت ناصر قاسم ومخرجنا عادل المسوي اللي دائما 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 يفاجئونا ما يقص. طيبين. لا اكيد انا من يسوي يعني برستيج طبعا ناصر. فوز يستاهل. حبيبي استاذ ناصر قاسم الله يعطيك العافيه. وعادل المسوي مشكور بعد ومعدينا. اذا يعطيكم الف عافيه ولا زلنا معاكم واعطونا الالو ونبي نشوف منو راح يكون. يلا معنا عبد الله. الو يمسيك بالخير. هلا هلا العبد شخبارك؟ يعافيك ربي. عبد الله مبارك عليك ما تبقى بشهر ما بقى شيء. عيدك مبارك مقدم. علينا وعليك. علينا وعليك. عيدكم مبارك مقدما. الله يسلمك. شخبارك عبد الله؟ طول لي عمرك. جاهز حق العيد خلاص؟ اي خاصين ان شاء الله. حلوين. العبد قاعد تشوفنا بالتلفزيون ولا لا؟ ان شاء الله. حلوين. عبد الله احنا الحين فقره ثانيه اسمها احرف وكلمات. اوكي بعطيك حرف الحين ومكان. مستعد؟ ان شاء الله. اوكي مخرجنا جهز السؤال الاول من احرف وكلمات. يلا يا بطل عبد الله حرفك حرف الالف والمكان في الجمعيه. شنو بالجمعيه يبتدي بحرف الالف؟ ويلا بطل 30 ثانيه معك سريع. سهل. اجبان. برافو. أجبان. واحد. يلا يم الاجبان. شنو يلا اجبان؟ اي صح. إيه؟ كمل. وبعد اجبان. ارفف. صح. أرفف. برافو. بعد اثنين. بعد يلا السمي روح. ارز. ارز اناناس. اوكي برافو. شنو بعد؟ اناناس. ارز. برافو فايز. انت فورزه. فورزه بالضبط. هذا اللي ما شاء الله عليه الاجابه كله باور وحمر. الف مبروك عليك يا عبد الله. 30 دينار كاش مقدمه من وزاره الاعلام. عليك بالف عافيه. الله. انت لاحظت شلون فتح شيء بطل التيربو؟ عطنا الرف كامل. اول شيء قال اجبان. سكت سكت ما قال البام. بعدين قال اناناس. ارفف مش ارز. اعطانا الجمعيه كل اللي بالجمعيه بس يستاهل. حبيت فيه ما شاء الله الحماس وسرعه في الاجابه. كل عبد الله شاطر. لا تسوي سوالف. كل عبد الله شاطر يعني. لا تقولي كل عبد الله خبير وخبره وكل شيء. خلاص بس لا تسوي. نعم. كل عبد الله فنان ورياضي وممثل ناجح. حاضرين حاضرين. عدل اذا لازلنا وياكم اتصلوا على 2-2-4-1-2-6-0 اثنين. انا ما حافظ على اثنين بس. حلو. ولا تنسون طبعا باكونتنا في الانستغرام هاشتاج فورزا الحين. حط رقم تليفونك وحط اسمك ان شاء الله فريقنا بيتصلون عليك على طول ويدخلونك ويانا على الهواء مباشره. عادل بنشوف الحين من اللي راح يتصل علينا ويكون شنو فورزوي او فورزيكا. فورزوي فورزيكا المهم اللي يفوز. يلا فورزيكا عندي فورزوي عنده. اي ما عندنا مشكله. واعطونا الاتصالات. معنا اتصال بدريه. مساك الله بالخير بدريه. هلا والله حياك الله. كل عام وانت بخير. وانت بخير وصحة وسلامة يا رب. وعيدك مبارك مقدما. الله يسلمك حبيبتي. حبيبتي بدرية خلصت شغل العيد؟ خلاص ترى عقب باكر العيد ما بقى شيء.
ايه خلصناه. زين ايش وارتحتي من الزحمه باكر؟ اعتقد ما شاء الله كل مكان مالك حطت ريل بعد سياره زين. إيه تحرك طبعًا. من البيت للجمعيه. ايه والله. زين بدريه عندي 30 ثانيه تايم، شدي حيلك معاي وفالك طيب وتربحين الكاش. حلو يلا يا بطل. ممتاز. راح اعطيك الحين حرف ومكان وعطيني اربع كلمات تبتدي بهذا الحرف. حلو يا بدريه. اوكي يلا ركزي معي. عطنا السؤال الثاني يا مخرجنا ناصر. والله سهل. حرفك حرف الالف. انزين يا بدريه والمكان في سوق السمك. سهل. اربع اشياء بحرف الالف بسوق السمك. يلا يا بطله 30 ثانيه معاك. شنو حرف الالف؟ اي حرف الالف بسوق في سوق السمك. اعطيني اربع كلمات بسوق السمك داخل. يلا يا بطله اسماك. واحد اسماك يلا. مثال اي يلا. اسامي الاسماك يعني؟ مو شرط اسماك. ابي بحرف أي شي. الالف اي شيء اي شيء. ما في. قولي اسماك اشباك وايد في شغلات قولي. إيه اسماك واشباك. اوكي قولي. شنو بعد سوق السمك حرف الالف؟ قولي. للاسف انتهى الوقت. للاسف انتهى الوقت وما عرفت الحظ. يعني وايد سالتنا من ضمن يعني التايم كان شغال وهي تسولف وتسال يعني فقره واضحه وصريحه. واضحه وصريحه يعني احرف كلمات وايد سهله. يعني اعطينا حرف نبي في يعني بسوق السمك شنو يبتدي بحرف الالف بالضبط. وايد ايه؟ اسماء ادوات صيد السمك عرفوف ادوات ايه؟ وايد شغلات تقدرين تتكلمين فيها. يعني ما يخالف يلا تعيد الاتصال ان شاء الله وتفوز ويانا. مع ان عبد الله انا اشوف يعني فقره احرف وكلمات صراحه اسهل من احرف محفوظ. انا فيعني لاحظ انها وايد سهله. انا بالنسبه لي هم ايضا وايد سهله صراحه. اي يعني مجرد ان الواحد بس يحرك شوي نفسه ويمخمخها عدل. نعم. ويركز ويعطينا الاجابات. يلا ما يخالف نقول هي بهارد لك ونتمنى طبعا تشاركين معنا مره ثانيه وتكونين قد التحدي وتفوزين معنا بالكاش. ايوه بالضبط. نعم. وياك علي. علي علي اهلا وسهلا. شلونك؟ شو اخبارك؟ الحمد لله. عيدك مبارك مقدما يا بطل. كيفون؟ شنو؟ علي. علي. هلا. يا حليله صغير. علي كم عمرك؟ 14. حبيبي العمر كله. علي قاعد تشوفنا بالتلفزيون؟ لا. افا انت وين قاعد في صيدك؟ قاعد شنو قاعد بدري؟ لا. أو وين طالع علي؟ سويت لي حروف وكلمات قاعد قاعد مسوي لي. قلت انا جاوب عطني وقت تكفى. اوكي. علي ويرحم والديك. علي تكفى ركز معي حبيبي بسألك سؤال الحين ركز معي. بطل جاهز؟ جاهز. حلو. علي ظاهر بالسرداب. علي حرفك حرف الجيم. اوكي والمكان في جسم الانسان. شنو في جسم الانسان يبتدي بحرف الجيم؟ يلا يا بطل بسرعه معك 30 ثانيه. يلا علي. علي عاد انت يعني خذيتها بالمدرسه العلوم. قول جهاز التنفسي. يلا قول جلد. جلد جمجمة. جمجمة أيوة. برافو. وجلد اثنين باقي اثنين. يلا عندنا وايد أجهزة. قول جهاز الهضمي. أوكي باقي واحدة. جهاز تنفسي. الله عليك. الله عليك برافو. ألف مبروك. ألف مبروك يا علي 30 دينار كاش مقدمة من وزارة الإعلام. ألف مبروك يا علي. ألف عافية علي. وطبعاً أنت طبعاً وايد ساعدتي بسالفة تقول جهاز. لأن خلاص راح يقول جهاز تنفسي وجهاز هضمي. إيه وكان أبوك يساعد جهاز تنفسي وجهاز هضمي ومع أجهزة وايد بالجسم. كل لكن الأجهزة طلعت المفروض تقولي جلد جمجمة. يعني من كذي هالشغلات. يلا حلو جفن. حلو جفن جرح الله يبعدنا عن الجروح. عليك بألف عافية 30 دينار كاش مقدم من وزارة الإعلام. يستاهل البطل بالضبط. أكيد عندك أنت اتصال بعد. يلا ومعنا اتصالات بعد خلينا نشوف منو سعيد الحظ أو سعيدة الحظ اللي راح يفوز معنا الحين. ألو أبرار. مساء الورد أبرار. مساء الخير كل عام وانتم بخير. وانت بخير وصحة وسلامة يا رب وتقبل الله طاعتك. منا ومنكم ان شاء الله. حبيبتي أبرار جهزتي شغلك خلصتي كل شيء؟ والله للحين بالسوق. للحين بالسوق. البنات لين العيد. ليه باكر عرفتي ليه آخر؟ يمكن نقفل مفاتيح السوق وناخذه ويانا واحنا طالعين. عشان تردوا الصبح وتفتحون. ونفتحون الصبح. يلا ما يخالف سهالات ان شاء الله وعليك بألف عافية. الله يعافيك. أبرار عندي فقرة أحرف وكلمات وعندك 30 ثانية تايم أبيك تركزين معي. أحرف وكلمات أعطيك حرف ومكان. أيه؟ وتعطيني أربع كلمات تبتدي بهذا الحرف بنفس المكان. حلو؟ يلا عندك 30 ثانية تايم شدي حيلك معي. يلا يا عطنا السؤال الرابع يا مخرجنا وحرفك حرف الخاء والمكان بالمزرعة حرف الخاء. أي شيء بالمزرعة. يلا يا بطلة والتايم شغال. خيار. برافو. خيار. عدل. برافو يلا حلو شلون؟ خيار قالت اي باجي واحدة يلا ساعدوني قولي قلتي خلال وقلتي خيار كلهم شنو؟ وقلتي كلهم. خوخ
صح؟ خضروات خضروات والله والله عليك. برافو فورزة. ألف مبروك. هذا 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 الحماس بعينه. عليك بألف عافية. 30 دينار كاش مقدمة من وزارة الإعلام. برافو. والله تستاهل. أهم شيء خلال خوخ خيار آخر شيء قالت خضروات. خضروات. برافو عليك. حطيتهم بالسلة وخذيتهم البيت. ما شاء الله تبارك الرحمن. ما شاء الله. يلا عليها بألف عافية تستاهل. أماني. نطلع فاصل. يلا نطلع فاصل نشرب ماي ريح شوي. مشاهدينا فاصل صغير مع التحدي والمنافسة في فورزا ونرجع لكم. نعم عطني السؤال الأول. يلا يا بنية حرفك حرف الألف والمكان في روضة الأطفال. أي شيء في روضة الأطفال يبدأ بحرف الألف. يلا شنو؟ وروحي أنت فورزة أطفال. الله عليك فورزة 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 يا علاء. يلا حرفك حرف الحاء والمكان في المستشفى. شنو بالمستشفى يبدأ بحرف الحاء؟ روح يا بطل 30 ثانية. واحدة. حقنة حقنة. الله عليك ايفون 6. ها الله قاعد تشوفين هالمفاجأة هذه كل يوم معنا ايفون 6 بعد الشبر. انتم شايفين بحط الحين تجوري كم الرقم اللي راح يفتح نقول اول. ما هي اكبر المدن الاسترالية أكبر من حيث عدد السكان؟ سيدني الله عليك. قال على اخر شيء. الله عليك الف مبروك. ما هي عملة استراليا؟ عملة استراليا؟ نعم. دولار استرالي؟ الله عليك الدولار الاسترالي والإجابة صحيحة و100%. يعتبر 80% من السكان استراليا من أصول شنو في؟ 80% أوروبا؟ أوروبيون. والف مبروك روحي تستاهلين. إنزين نبي نعرف قبل شنو يطلق على هالعملة؟ عيد الدار الاول. الله عليك والف. يلا يا بطله 30 ثانيه معاك. حرفك حرف الواو والمكان في البيت. اي شيء في البيت بحرف الواو. يلا يا بطله. واي فاي يمشي. والف مبروك. جسر ميناء سيدني الشهير يقع في وسط مدينه سيدني الاستراليه في اي تاريخ تم افتتاحه؟ الله يسهلك عبد الله. 1932. الله عليك الله عليك. الف مبروك الاجابه صحيحه. جانا على الهواء. ركزي شوفي الصور. نبي منك الحين يا ايمان رقم واحد اللي هو منو؟ سيليا. وين كان رقم واحد؟ ما اسمع. الله صح. الله عليك مبروك. الله عليك الف مبروك 30 دينار. مستمرين معكم مشاهدينا بالتحدي والمنافسة في فورزا ونستقبل كل اتصالاتكم ومشاركاتكم على 2241-2602 عشان تأخذون الكاش. مبارك. تعال يا مبارك. تعال يا مبارك. تعال يا مبارك. هلا بالمحمولة. هلا مبارك. هلا بالآيباد. هلا الله حقي. اليوم مبارك. ما قصر عطاني التابلت. أبا يا مبارك. مشكور يا مبارك. أنا يلا ماشي. مشكور يا مبارك. ماشي مبارك. خلاص حقي خشيت وراح أعطيك إياه. خلاص حطيت داخل. ما راح أتداخل. مو مشكلة مو مشكلة. مشاهدينا الحين طبعا هي فقرة التجوري. طبعا عندنا مخرجنا عاد مسوي عطانا رقمين أعتقد ثلاثة. عطانا أول رقمين ثلاثة. عاد أنتم من نفسكم عطونا رقمين ثانيين. أوكي وإن شاء الله يتبطل هذا التجوري وإن شاء الله التابلت اللي خذته أمانة أعطاها يا أبو مبارك. حلالاً زلالاً بلالاً عليك بلف عاد. ما فيك يا أمام. خلاص مشكور مبارك. مشكور مبارك. مبارك طبعاً. مبارك يعطيك العافية. يلا نحط الحين وين بالتجوري. يلا بسم الله نبي نشوف من البطل اللي راح يكسب هذا التابلت. الله الله نذكرهم بالرقمين. ثلاثة أول رقمين. ثلاثة. إي يلا شدوا حيلكم. عطونا اتصال. عطونا الاتصالات ونبي الالو. يلا عطونا التليفون ونقول الالو. معك هادي. شو اخبارك هادي؟ يعطيكم العافيه. الله يعافيك. شو صحتك؟ طول لي عمرك باحسن حال. هادي عيدك مبارك مقدما. ايامك سعيده. الله يسلم عمرك. هادي جهز حق العيد خلاص؟ اي خاصين. كفو يا الذيب. بعد احنا ما عندنا شيء غير عقال بزاشة. اسرع سريع. كفو يا الذيب. هادي عندنا طبعا مخرجنا اعطانا في فقره التجوري رقمين ثلاثة في البدايه. زين التجوري هذا عاشر مره تجوري انا حظي. لا والله عاشر مره. ما شاء الله اشتركت يعني عشر مرات. شاركت يعني قبل؟ اي والله. ممتاز. والله شوف
شوف دامك شاركت معنا يعني قبل هالمرة يبا يسلم راسك بطل تجوري حتى لو ما بطلت بعطيك سؤال عام عن اليابان أوكي ماشي حبيبي يلا يا بطل الحين مخرجنا أعطانا 3-3 عطني بعد أنت رقمك زين الأرقام متشابهين الثانيين ولا والله ما أدري ما عندي معلومة صراحة 3-3 إيه بسم الله 3-3 عطني رقمين يلا شد حيلك زين 6-6 بسم الله ما بطل تجوري للأسف ما بطل خلك وياي عندنا طبعا مثل ما قلت لك أسئلة ماشي عندنا طبعا خليك جاهز قاعد تسمعني واضح السؤال الرابع مخرجنا انقطع الاتصال انقطع الاتصال انقطع للأسف يقول للأسف انقطع الاتصال كنت بسأله سؤال على اليابان لكن انقطع الاتصال اتمنى طبعا يشارك معنا مرة ثانية ويكسب معنا الكاش اكيد احنا كنا بنساعده لانه صراحه يعني هذه 10 مره يقول اشارك وتجوري هل هو 10 مره من باب مبالغه يمكن شارك معنا 3-4 مرات مو مشكله بس اكيد اكيد طبعا حبينا نساعده بان نعطيه سؤال عادي للعلم احنا ملتزمين فقط ملتزمين بهذه الفقره صح ايه اكيد ايه. اكيد يعني هو حاول انه يتصل علينا مثل ما قال مخرجنا قاعد يدق 10 مرات 20 مره لين ما يعني لقط مع الخط اكيد ايه. واتصلوا عليه وللاسف خسر يلا ما عندنا مشكله اماني احنا اهم شيء اماني نبي الكل يكون فورزا ويفوز معانا اليوم امان عندي اتصال وخليه يفوز يلا يلا ومعنا الو الو مساكم الله بالخير وداد شلونك يا وداد وداد كل عام وانت بخير هلا والله كل عام وانت بخير حبيبتي وعيدك مبارك بعد عمرك وعيدك مبارك مقدمه ان شاء الله حياتي بعد عمري يعني. وينش طالعة؟ تبارك يا رب حبيبتي لا والله. بالبيت وداد؟ اي نعم حلو قاعد تتابعينه قاعد تشوفينه بالتلفزيون عدل؟ اي عدل ممتاز نبيك تكونين فورزة وتعطيني ان شاء الله الرقم وتاخذين التابلت اللي بالتجوري اوكي وداد؟ ان شاء الله يلا تمام شدي حالك ويانا واول رقمين 3-3 ابي منك بعد رقمين توكلي على الله تبي رقمين يلا قولي رقم الحظ رقم ميلادك يلا وداد يلا 3-5 يعني اوكي 3-5 بسم الله للاسف وداد ما بطل معنا التجوري هارد لك وداد ما يخالف ردي شارك معنا ثاني مره وفالش طيب طبعا نتمنى طبعا ان وداد تتصل علينا مره ثانيه وان شاء الله تكسب معنا الكاش وتكون قد التحدي عندنا اتصالات وايد يعني اكيد ضغط على الاتصالات وبينفجر التليفون لان رقم واحد هو وعليه وايد ما شاء الله يعني ذكريهم بالرقم اماني يلا نعطيهم الرقم ويستاهلون اتصلوا على 2241-1602 وشاركوا معنا وخلوكم كلكم فرزويون الله بالفرزويون وين الفرزويون نبي اتصال نبي احد يبطل تجوري اليوم يا جماعه نبي التابلت يروح نبي التابلت يروح ونبي نشعللها بيني وبينك الناس وايد صاروا يخافون من فقرة التجوري أنا ماني عارف ليش لكن يا جماعة التجوري داخل تابلت يعني تعتبر من أغلى الجوائز اللي عندنا اليوم فنحن نبي الكل يشارك معنا في هذه الفقرة عشان يكسب معنا أمانة فما نبي أحد يخسر أكيد وغير هذا عبد الله يعني ما شاء الله الحلقات السابقة فازوا معنا بالآيفون 6 بلس والتابلت خذوا جهاز والحين بعد تابلت فيعني التابلت هذا اليوم لازم يطلع يطلع ان شاء الله عندنا جوائز جديده وقيمه ان شاء الله راح تكون ان شاء الله بالعيد راح تكون اكيد يعني كثير من الجوائز عندنا جوائز كلها مميزه مفاجآت حلوه ان شاء الله وجوائز مختلفه بعد طبعا هذا ان شاء الله راح يكون بالعيد اماني صح بالعيد ان شاء الله تابعونا من 2-3 اذا للحين باستقبال اتصالاتكم وعندنا اليوم للحين في اسئله اليابان طوكيو وين اليابان ما حد دق علينا يبا نبي حد يدق علينا على اليابان ويكسب معنا كاش لا تنسون معكم 30 ثانيه بس لاجابه على السؤال واهل السوشي خلي يدقون علينا وين اهل السوشي ما حد دق علينا اماني الحين مسمعون اليابان الكل انحاش عبد الله رحت اليابان وانا رحت اليابان شو اسوي باليابان يعني ما رحت اليابان شي ما شاء الله رحت هولندا اي بس اليابان ما ادري يعني حتى توني قاعد اسال هشام يعني يعطيه العافيه مصورنا يقول لي ما ادري جزر وكذا انا ما ادري يعني هي حلوه بس ما اعتقد انها دوله سياحيه وايد يعني ما ادري يلا نسال المتصلين نشوف يمكن عندهم خبره او راحوا اليابان او عندهم فكره بعد بس معنا فيها بعض شوف ايش حالاتها يعني هي بعض المرافق والاماكن الحلوه بس احس شعبها عملي يعني شعبها تسولف وياه يفكرك بكمبيوتر شلون يصنع ما ادري طياره ما ادري شلون تحس ما تعرف تسولف وياه ما ادري شلون كلامهم كنا قريب شوي على الصينيين اعتقد ما كلهم هم شوم كمبان شوم بوم شن توم بوم كل شيء المهم كلهم شوم تاه يلا حلو احنا ما عرفنا منهم الا السوشي الياباني هذا اللي بس ويلا اعطونا الالو خلينا نشوف منو راح يكون معانا سعيد الحظ او سعيده الحظ يلا الو يلا حسين وياك حسين هلا ابو علي
فيك. يعطيك العافية، شخبارك؟ الله يعافيك سيد. عيدك مبارك، مقدم من أبو علي. يومك سعيدة حبيب أبو علي. قاعد تشوفنا بالتلفزيون؟ لا والله. حلو آلا. ما يخالف أبو علي، إحنا الحين في فقرة اسمها التجوري، أوكي؟ ومخرجنا عطانا رقمين بطلون تجوري، باقي لك رقمين. عطنا رقمين إن شاء الله يفتح وياك التجوري وتأخذ التابلت اللي داخله. أربع أرقام؟ لا، هو أربع أرقام، مخرجنا عطانا رقمين، عطانا ثلاث ثلاثة. ساعدك باقي لك بعد، واخذ الرقم الاخير بعد. يلا روح سبعة. ما قصرت استاذ عادل مسوي. الحين قول لي رقم، الرقم الثالث بس، يعني عطني ثلاثة ثلاثة وعطني رقم بعد ذلك انا راح سبعة. ايه اوكي اعطيك رقم كيفي. ها ايه يلا بسم الله. يلا خلنا نلعب. تعال ابو مبارك، قرب قرب كلوز. يلا ثلاثة ثلاثة، عطني رقم من كيفك. رقم اثنين. اثنين واخر شيء سبعة قال المسوي مخرجنا. خلنا نشوف. بسم الله. للأسف ما بطل التجوري، احنا نعتذر منك جدا جدا. هاردك حسين ما يخالف، ومع هذا قفل التجوري وزعل. زعل التجوري اليوم، ما حد بطله علشان كذي. ايوه بس خلاص صفر صفر خلاص بس فكنا. يلا ما يخالف، لا زال ويانا اكيد التابلت، وبعدين يمكن الرد ويرد يتبطل التجوري. بس الحين احنا مع اليابان واسئلتنا يابانيه. وهلا باليابان. وين هلا باليابان؟ اعطينا اتصالات، نبي ناخذ اتصالات يا اماني، نبي يفوزون معانا. واعطونا اتصالات اكيد، ونبي منكم الحماس والشجاعه ونأكشنها. وعندنا بعد فقرات ركن الطيبين وشنو. اماني اماني عندنا فقرات وايد، منهم طبعا ريوم مع النجوم. انت قلت لي تروح اليابان صح؟ احنا ما زلنا باليابان، بس خلينا اشتقنا حق ريوم. الله سؤال، خلونا نشوف ريوم مع النجوم. وطبعا ريوم كل يوم عندها نجم، ونشوف سؤال النجم اليوم شنو ونجاوب عليه كلنا مع بعض. الله خلينا نشوف مع بعض. يلا اهلا وسهلا فيكم اعزائي مشاهدين على قناة كويت سبورت وبرنامج فورزا. حاليا متواجدين في بروفات مسرحية مصنع الكاكاو، ومعانا ما راح اقول منو. شوفوا كل عام وانت بخير. وانت بخير وصحة وسلامة، والمشاهدين الكرام بخير وصحة وسلامة يا رب. معانا طبعا المخرج علي العلي، تشرفنا فيك، يعطيك العافية. يا هلا والله وقواكم الله، منورينا اليوم بالبروفا. شلون بروفاتكم في رمضان؟ شلون الأجواء؟ والله احنا شوية جزء يعني شوية محرومين من أجواء رمضان، كنا بروفا وني بس يعني ساعات على التساهيل نخلص بدري أو أيام بريك نروح. طبعا رمضان حلو بأجواء باللمة بيمعة الناس مع بعض بالتواصل بالتراحم، هذا كله شيء حلو. والدواوين اعتقد من الاشياء اللي تميزنا احنا بالكويت كمجتمع كويتي، فنحرص ان نتجمع بالدواوين. يعني يعطيك العافيه. جمهور فورزا الحين قاعد يطالعك وينتظر منك سؤال الحلقه، شنو حاب تسال جمهور فورزا؟ شوف بما ان احنا بتلفزيون الكويت قناه ثالثه سبورت، ابي اسال شيء عن الكويت. منو اللي كتب كلمات نشيد دوله الكويت، النشيد الوطني لدوله الكويت؟ منو اللي كتب؟ سمعتوا سؤال مخرجنا، سهل جدا، منو اللي كتب كلمات النشيد الوطني لدولة الكويت؟ وراجعين لكم يا أماني للاستديو. ريوم يعطيك العافية، وشكرا طبعا للمخرج المتألق علي العلي، يعطيك العافية. طبعا سؤالك كان واضح وصريح، منو كاتب كلمات النشيد الوطني الكويتي؟ الله، سؤال وطني بحت. وعطونا الاتصالات وخلنا نشوف منو اللي راح يجاوب على هالسؤال. لا تقولون صعب، اسهل منا ما في. ما في سهل، ما يبي له سهل. اقول لكم النشيد الوطني الكويت سلمت للمجد. الله لا جبينك طالع وسعدي وطني الكويت. بس وطني الكويت، وطني الكويت سلمت للمجد. يلا نبي منو كاتب هذه الكلمات الجميلة، النشيد الوطني الكويتي. يلا عطوني ألو. ومعانا تهاني. يلا ألو يا تهاني. هلا والله، مساك الله بالخير تهاني. هلا والله، كل عام وانت بخير. وانت بخير صح سلام، وعيدك مبارك مقدما. الله
أيامك سعيدة حبيبتي. تهاني متابعتنا وشفتي الحلقة وشفتي ريوم مع النجوم، فقرة ريوم مع النجوم. ايوه انا تابعتها. ممتاز. ريوم جابت لنا سؤال وطني بحت. جميل. وايد سهل. جميل. اكيد عند اكيد سمعتي السؤال صح؟ صح سمعته. اعطيني الاجابه. منو؟ شالت؟ اهدى عدواني؟ لا لحظه لحظه، هو طبعا انا عارف الاجابه. بشوف مخرجنا ايش رايك؟ مبروك. بتخرعها صح؟ حطت ايدها على قلبي قالت شنو معقوله؟ مبروك ألف مبروك 30 دينار كاش مقدمة من وزارة الإعلام. فقرة ريوم مع النجوم. باي 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 باي. من أول متصل من فورزة متصل فورزوي على طول خلال 30 دينار كاش. أي والله وتستاهل. نعم. تهاني وألف مبروك، ربحتي معنا 30 دينار كاش من وزارة الإعلام. ما تحسين إن إحنا اليوم مع وايد مع الجمهور بالنا؟ أي يعني إحنا الجمهور بينتصر إن إحنا نستانس. أيوة نتفاعل وياهم وياهم. وإحنا ترى على فكرة أنا ترى أنا وياك مع الجمهور ضد ريوم. ضد ريوم هي تعطينا سؤال صعب واحنا نسهله. واحنا لا احنا نفوز نكسب طبعا. ايه يعني تحدي. يعني بجداره اذا سؤال الحلقه من اول متصل يجاوب عليه. الله هذا الله. الجداره هذه الجداره وهذا الذكاء وهذا التحدي بعينه. ونبي الكل يتحدانا ويلعب معانا ويجاوب على اسئلتنا. وعندكم التايم، لا تنسون التايم ولا تنسون التايم. وهلا هلا هلا بالاحرف المعفوسه. مخرجنا ناصر قاسم يبي الاحرف المعفوسه. يلا متصلين احرف معفوسه. رجعنا على الفقره الاولى. الفقره الاولى وعطونا الو فواز. اهلا وسهلا يا فواز. يعطيكم العافيه. الله يعافيك. شو اخبارك؟ خير الله يسلمكم. عيدك مبارك مقدما. ايامك سعيده. شو اخبارك فواز؟ شو صحتك؟ والله بخير الله يسلمك فواز. احنا الحين بفقره اسمها احرف معفوسه. ماشي يا بطل. بعطيك الحين احرف. انت معنا على الهواء قاعد تشوفنا صح؟ ايه. ممتاز. راح تطلع لك احرف على الشاشه الحين. رتب لي اياها واعطني كلمه واحده. ماشي؟ يلا يلا. اوكي. السؤال الرابع مخرجنا، جهز السؤال الرابع. يلا الثالث. اوكي السؤال الثالث. السؤال الثالث حلو. عندنا يلا كان احرفك على الهواء الحين يا بطل ورتبها. أوكي. وعطني الاسم اللي راح يطلع معك. يلا يا بطل معك تايم. يلا. يلا. هو مكون من اسمين. التايم شغال. مكون من اسمين. التايم شغال. اي اوكي بس للحين ترى ما طلع تو طلع الحين. يلا شد حيلك. ها ممثل ولا انت؟ ها شوف بسرعه يلا قبل لا ينتهي التايم. يلا بسرعه قول قول تايم. يا قربوا ممثل ولا شنو؟ ما يصير اقول ممثل ما شنو. ما يصير قول. طيب نختف. ترى سهل وايد بس تركز. ما باقي شيء. باقي ثانيه. عطنا الاجابه اسرع. للاسف هارلك هارلك البطل. يعني ما عارفك الحظ معنا وانتهى التايم معاك. ما يخالف احنا يعني شفنا السؤال ترى وايد سهل فكنا نبيك انت تركز وبنختبر ذكائك ونبي التحدي بيننا وبينك بس للاسف وبيني وبينك وبيني وبينك بيني وبينك انا لو قايل لك اول كلمه هي كلمه طبعا اسم هو اسمين لو اقول لك اول سهل. كلمه راح تجاوب على الثانيه سهله يعني مطرب معروف حيل وهو طبعا مو ممثل تقول ممثل هو مطرب صح. معروف حيل بس احنا لو وضحت لك اياها معناته ان انا يعني ساعدتك وايد فصعب ان انا اساعدك يعني. ما يخالف خلينا نشوف الاجابه. خلينا نشوف الاجابه. نشوف الاجابه. نشوف الاجابه. خل تطلع لنا على الهواء. اي يلا حاطه مره ثانيه. آه فهد الكبيسي. هذه الاجابه. فهد الكبيسي النجم القطري هو اللي كان باحرف معفوسه. بالضبط. هذا انت ما قدرت تجاوب لما قلت لي فنان وهو مو فنان. يعني مو مطرب مو ممثل عفوا مو ممثل. انت ما قلت فنان عفوا قلت لي ممثل هو ممثل هو طبعا فنان مطرب يعني اكيد. يلا ما يخالف هارد لك وعيد الاتصال وان شاء الله تفوز بالمره الجايه وعطونا الاتصالات. يلا والاتصالات يا اماني واللي يفوزون معانا. يلا وينهم؟ الو الو مريم. مريم عيدكم مبارك حبيبتي وانت بخير وايام سعيده يا رب وتقبل الله طاعتك منا ومنكم جميعا بعد عمري. مريم مريم خلصتي شغلك؟ لا والله قاعد الحين بالسوق حاليا. حوسه ها لويا زحمه؟ زحمه والله ذبحه ها. انزين يلا ما يخالف ان شاء الله تخلصين شغلك وبدنا الله وعليك بالف عافيه. مريم سؤال الاول ما احرف معفوسه. عندنا الاحرف معفوسه. اي هي ما قاعد تشوفينا صح؟ بالسوق انا طالعه. اي طالعه. يلا يلا بالسوق طالعه. هي ما قاعد تعطي احرف وكلمات. زين نعطيك احرف وكلمات. شدي حيلك معانا ولا الاحرف وكلمات تدري شلون؟ خلينا نعطيها تبي نعطيها نعطيها احرف وكلمات. دول دول. يلا خلاص السؤال الخامس. انا اعطي السؤال. السؤال الخامس من اسئله الدول. السؤال الخامس من أسئلة الدول. قولي أماني تفضلي. السؤال الخامس. قولي سؤال الخامس من أسئلة الدول. ركزي معاي مريم حلو عندك 30 ثانية تايم. يلا سؤالك يقول
ماذا يطلق على اللباس التقليدي في دولة اليابان؟ سهل في دولة في بداية الحلقة. لبس تقليدي قلنا. يلا فكرة شنو يطلق عليه؟ شغل القمقمة. يلا قولي أسرع. قولي أي شيء في تايم. في تايم أي لباس تقليدي باليابان شنو يقولون عنه؟ لباس تقليدي باليابان؟ أي لباس من الشعب يسمونه. يلا يلا يا مريم أعطيني الإجابة. زين اللي يخطر ببالك قولي. هارد لك يا بطلة. هارد لك طبعا انتهى الوقت وما جاوبت اي شيء. قولي اي شيء اي شيء يخطر ببالك يمكن يطلع صح. قولي الدشداشة اليابانية يمكن مشيتي. تدودهت ما يخالف. يلا هارد لك ونعتذر منك ورجعي عيد الاتصال وشاركي ويانا يا بطلة. اكيد اكيد لازم المتصلين يكونوا قد التحدي ويكسبون معنا الكاش. يمكن طبعا في بعض المتصلين اليوم مركزين معنا ضار متقلين على فطور صدقين امانه اي او بحوسه السوق. نعم. لويا وزحمه وها بعد سوق وين تركز بعد انت بالسوق وين تركزين تكفى قاعد تسوق والله امانه لازم المتصلين فورز يكونوا مجابلين على الشاشه يشوفونا ايضا مركزين. هذه معلومه انا بقولها يا جماعه ضروري ان شاء الله راح نكون معاكم اربع ايام العيد ضروري من 2 إلى 3 تتابعونا على الشاشه وانت قاعد تغدى طالع نعم حاول كثر ما تقدر لان ترى اكثر اسئلتنا تعتمد على النظر يعني احنا لما نموه ولا نسال ولا نحاول انا وعبد الله نساعدكم مغشش. لازم تنتبهون ويانا حركية لان هذا اماني اساس برامج الجيم شو هي طبعا فيها اشارات وفي حركه عدل عشان كذي احنا نحاول نساعدكم باشاراتنا يعني اكثر من ان نساعدكم يعني بالكلام بالضبط وعطونا الاتصالات على 224-1-2-6-0-2 اتصلوا علينا وفالكم طيب أكيد فالكم طيب زين احنا الحين بعد ذلك بعد ما نطلع من فقرة نرجع فقرة تجوري بعدين ولا مخرجنا نرجع ولا تدري عندنا بعد احنا الحين نرجع فقرة تجوري يلا نرجع نبي نلعب احنا بنرجع بطل تجوري اماني لان التجوري الحين طبعا يبي له 5 دقائق عشان يروح السكيورتي هذا اللي فيه السيفتي يسمونه عشان الحين هو جاهز هو الحين جاهز يقول بطلوني نبي مشاري معانا يعطيك العافيه مشاري كل عام وانت بخير وانت بخير وصحه وسلام عيدك مبارك عيدك مبارك الله يسلمك شو اخبارك يطول عمرك مشاري قاعد تشوفنا بالتلفزيون اي نعم حلو مشاري احنا نعم. في فقره الحين فقره التجوري اي وعندنا مخرجنا اعطانا رقمين اعطانا 3-3 ابي منك رقمين بعد مو نفس الارقام متشابهه ولا لا الارقام شوف اقول لك شغله بساعدك بيسلم راسك اخر رقم 7 عطنا رقم ثالث ايش رايك اخر رقم 7 اي اخر رقم 7 يعني 3-3 عطني انت رقم والرقم الاخير 7 الله اوكي وراح يفتح التجور ان شاء الله في تابلت داخل يلا تعال يلا بسم الله فكر بسم الله 3-3 رقم 6 6 7 بسم الله احنا يعني جدا اسفين ما بطل معنا التجور للاسف مشاري نعتذر منكم هارد لك ان شاء الله بالمرات الجايه تفوز ويانا وتكون فورزا اكيد اكيد ما بطل طبعا تجوري نتمنى يشارك معنا مره ثانيه ويكون قد التحدي وفوز معنا احنا سهلنا الاماني وايد سهلنا وايد يعني والله رقم واحد وخلي تسهيلنا ان شاء الله لكل المتصلين متصلين كلكم التجوري عشان يبطل في البدايه 3-3 الرقم انت حطه والرقم الاخير هو 7 بس عدنا ننظر اتصالاتكم ان شاء الله وطبعا اللي اتصل علينا ويقول الرقم صح حلالا بلالا التابلت اللي داخل الله يعني العافية. يعني ما قصروا مخرجين اعطونا وهذه بادره طيبه منهم انه يعطونا تخيل عبد الله 3 أرقام نبي منكم رقم واحد مخمخوها عدل وفكروا شوي وصيدوا الرقم اللي بالنص نعم. يلا شدوا حيلكم نعم عندك مشاعل يا هلا مشاعر يا هلا ومرحبا فيك يا مشاعر حياكم الله الله يحييك يا رب كل عام وانتم بخير احنا بخير اسمك ما شاء الله مميز واكيد انت بعد مميزه جزاك الله خير حبيبتي انتي نعطيك الحين سؤال مميز بعد مثلك يا مشاعر وتستاهلين نعطيك الحين سؤال عن الدول احنا اليوم باليابان طيارتنا باليابان رحتي اليابان لا والله ما رحت تاكلين اكل ياباني سوشي السوشي المطاعم اليابانيه سوشي ما اكل سوشي ولا ما تحبينه لا ما احب حلل ما تحبه انزين يلا بنعطيك سؤال وان شاء الله انت قدها وقدود وعندك 30 ثانيه التايم تشدين حيلك وتعطيني الاجابه اوكي والله لقطات جميله لقطات جميله باليابان يلا شيء وايد حلو حلو انزين مشاعر تذكرين المحقق كونان الله احلى رسوم ما شافها ها تذكرين المحقق كونان رسوم متحركة يابانية كانت وايد حلوة كونان المحقق كونان الولد الصغير هذا كونان ها
انزين نبي منك هالمحقق كونان هذا ابو نظاره رسوم متحركه يابانيه مشهوره ايوه من كم جزء يتالف يلا ايش كثر كم جزء المحقق كونان كونان اي ابو نظاره كونان كونان ذبحنا يا ابو مبارك يلا يلا والله اعطيني رقم عطني انا بساعدك هو فوق ال 20 فوق ال 20 يلا والجواب مره واحده يلا فوق ال 20 يلا ان شاء الله 24 لا للاسف عاد وايد للاسف وايد للاسف للاسف نعتذر منك الاجابه غلط عاد قربت وايد يعني هو السؤال انا اعتبره يعني ما اعتبره سهل ولا اعتبره صعب نص ونص الا اللي تابع كونان اني عارف المسلسل الكرتوني هذا الحلو يتابع عدل اللي عارفه هو يعني مؤلف من كم جزء شو اخبارك كونان نعم كونان النظارات هذه قاعد تبطل التحدي البحث والتحدي وكله بس هو 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 ترى ما يكشف شيء حلالي مشاكل ابو مبارك ايش فيك اليوم متاثر بالمحقق كونان ابو مبارك ظاهر متابعه يقول بنظاره ما يضحك زين اقول لك هو كونان ترى ما كان يعني يصيد الحراميه وكذا صح كان في واحد وراه يساعده انا اعرف حتى جاكيت شيء جاكيت ونظاره وقصير قصير مع جنطه اي والله اذا يلا شدوا حيلكم الحين اسئلتنا يابانيه وهلا بالسوشي وبطوكيو هلا بالسوشي وهلا بالجبا الله نعم اتصلوا على 2241260 وعندهم الانستغرام انستغرام هاشتاج فورز حط رقم تليفونك واسمك وان شاء الله فرقه تنسيق متابعه تقول عليك نايف النعمه والشباب وتكون قد التحدي شوي على الهواء مباشره يلا وبنشوف الاتصالات وشدوا حيلكم معانا وكثروا وكثفوا اتصالاتكم على فورزا عشان تكونون فورزويون نعم فورزيكا اذا شو الفرق بين فورزيكا والفورزيكا من دي سنه ثانيه فورزويون عندك فورزويون فورزيكا عندي فورزوي فورزوي المتصل واحد هو فورزوي عدل ايوه بالضبط فورزوي يلا خلينا نشوف معك اتصال محمد السلام عليكم اهلا وسهلا شو اخبارك هلا والله تمام صحتك عيدك مبارك مقدمه محمد قاعد تسمعني واضح نعم اوكي محمد يا بطل احنا موجودين الحين بفقره الدول باليابان واسئلتنا عامه يابانيه تمام ماشي راح اسالك سؤال ومعك 30 ثانيه يا بطل ابشر ماشي يا بطل اوكي السؤال التاسع من اسئله الدول مخرجنا جهز لي اياه لو سمحت خليك معي احمد السؤال هو ما هو لون القرص الدائري والذي يتوسط المستطيل الابيض في علم اليابان اعيدك السؤال ما هو لون القرص الدائري والذي يتوسط المستطيل الأبيض في علم اليابان اللون الأحمر برافو فورزا فورزا والله فورزا وارفع لك القبعة وبجدارة عدل نعم 30 دينار كاش مقدمة من وزارة الإعلام الله 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 عليه كفو. الله عليه والله أعطانا الإجابة بسرعة ما شاء الله عليه عيني عليه باردة ما شاء الله عليه سألت السؤال رد مرة ثانية يقول الأحمر برافو عليك هذه الثقة وهذه الواحدة بيكون متأكد من الإجابة ويكون واثق من نفسه يعطينا الإجابة على طول هذا المتصل أنت ما سمعتي تو ايش يقول ناصر قاسم مخرجنا قال استلم الفرزوي اي نبي فرزوي المتصل فرزوي خالص فرزوي بحت والله العظيم هذا نعم بالعكس احنا نستانس لما نشوف ما شاء الله المتصل متصل علينا عبد الله اوتشي كله يعني كله ثقه وتحدي انا بتحداكم امانه يكون هايبر شوفه يكون هايبر صح من غير ما نساعده بالضبط هذا فورزوي والله ما ساعدناه كلش نهائيا على طول ما شاء الله عليه ما شاء الله تبارك الله امان يلا نبي نفس المتصلين يتصلون على امانه الحين وامانه فوزي يلا يلا خلينا نشوف معانا فاطمه يا هلا مرحبا فيك فاطمه الو يا هلا والله عيدك مبارك مقدما وكل عام وانت بخير وانتي بصحة وسلامة حبيبتي فاطمة قاعدة تابعينا بالتلفزيون؟ اي والله قاعدة تابعينا ممتاز حلو نبيك تكونين بعد فورزوية وتفوزين معاي حلو؟ زين عندنا التجوري فاطمة زين مخرجين اليوم وايد مسهلين فقرة التجوري عطونا اول رقمين واخر رقم نبي منها رقم واحد التجوري ما بي والله ما رقم واحد رقم واحد زين ما تبي تجربين حظك وتاخذين التابلت؟ ايه رقم واحد جرب مني غير ابي سؤال ما ابي تجوري اوكي بعطيه سؤال انزين انزين سؤال يلا زين ايش رايك قبل السؤال عبد الله بعطيها زين نعطيها التجوري وبعدها السؤال اوكي ايش رايك فاطمه لحظه قبل السؤال اي بسم الله جربي حظك احنا مو قلنا ثلاثتين ها احنا بنبطل اي ببطل يلا بتبطل اوكي ثلاثتين عدل بعد ثلاثه احنا قلنا سبعه ساعدنا مساع المتصلين ممتاز. سبعه ما حد اعطانا رقم ثلاثه والحين نقول بسم الله بطل تجوري بطل. الف مبروك علي الله سهل كان رقم واحد يا جماعه عشان تاخذ التابلت اللي معانا في برنامج فورزا شفت شلون سهل بس انت ما فزتي فيه انت قلت ما بتجوري احنا حطيت سؤال عام سؤال ياباني عند
بالضبط. أماني خليك معايا فاطمة راح أعطيش سؤال ياباني زين ركزي معاي وعطيني الإجابة بسرعة لأنه وياش تايم حلو يلا شدي حيلك توكلي على الله خلنا نعطيك السؤال السادس وسؤالنا إن شاء الله وايد سهل أذكر اسم الرياضة الوطنية في اليابان شوفيني 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 اسم الرياضة اليابانية شوفيني الوطنية في اليابان الرياضة الوطنية في اليابان إيه كذي يقعدون اسم الرياضة الوطنية في اليابان الكاراتين لا لا عندك محاولة ثانية غلط للأسف انقطع اتصال نعتذر منك شو ما احنا اسفين هي طبعا اجابه واحده وانت ما جاوبتيها صح للعلم انا ساعتها مثلت انت سويت الحركه كذا نزلت لها شكل نزلت لها الشكل والعب بوكسينج وهذا الله على الشكل رياضه وايد انا اعشق اعشق الفنون القتاليه فيها تكنيك معين والله اماني اعشق الفنون القتاليه انواع يعني اي فنون قتاليه للعلم يعني الرياضه هذه يعني بس حق لوزانهم الاوزانهم يمكن يوصلون حتى 150 160 170 اوف لهالدرجه يعني ناس فيري فات يعني ضخمين جدا جدا وعاردين حيل هم يقول اسم الرياضه على اساس يمكن انه متصل ويكون يمكن هو يجاوب هذه الرياضه ما يبي عبد الله خبره وفنون قتاليه وحركات واكشن وبوكسينج يعني يعطي الف عافيه ومثل وما قصر ونبي الاتصالات ولا زلنا معاكم ان شاء الله تربحون وتاخذون الكاش يلا يلا ومعنا الاتصالات في مجهود ها؟ مجهود ومن قلب دبوم مثل بس الاسم ما عطتنا الإجابة ما يلا حلوين عندنا اتصال بعد ويانا اتصالات وللحين باليابان أحمد السلام عليكم هلا أبو شاب شخبارك طيب الله طاعتكم كل عام منه ومنك صالح الأعمال وعيدك مبارك مقدما علينا وعليك وطول عمرك بعد اذنك ترى ما عندي تلفزيون واخوك بالسوق اعطاك اياها على طول عطتني اياها كاش ها اي في مجال جزاكم الله خير تامر حبيبي تامر احنا طبعا موجودين في اليابان اسئلتنا كلها يابانيه بسالك سؤال ياباني اوكي معك 30 ثانيه سؤال اوكي معي وين راح تفضل وياك حلو اوكي يا بطل ماشي بسالك السؤال السابع مخرجنا جهز السؤال السابع ما اسم الطعام الياباني المعروف والذي اشتهر في دول الخليج والعالم سهل سهل طعام ها أكلة يابانية مشهورة انشهرت عندنا بالخليج والعالم كله معروف. شنو الأكلة اليابانية كلش نهائيا ما والله العظيم يا أخوي أنا قلتها 50 مرة بالحلقة نهائيا نهائيا ما شفت أي شيء من الحلقة أنا والله تذكر أكل ياباني معروف مو مبررات المطاعم زين قول أي أكلة اقول يعني ياباني هو رشيد انا نفسك احب المشابيس بس مو صاب الياباني هو مو صاب الاكل الياباني شكلك كلش في تايم ما عندي خلفيه والله يلا اسرع ما عندك كلش احنا نعتذر منك والله العظيم اني انا اعطيتك اسهل سؤال يعني من ضمن فقره الدول يعني سؤال ياباني اسهل سؤال عشان يعني نبيك تكسب ويانا دامك انت قلت مو عند التلفزيون بالضبط وشفناك كذي يعني تبينا نساعدك احنا ما عندنا اي مشكله لكن للاسف انت اسهل سؤال ما جاوبته للاسف يلا هارد لك ان شاء الله وعد اتصال وتربح ويانا وضروري الحين لازم تدش على جوجل عم جوجل وتدور الاكلات اليابانيه وشو المعروف معروف يسأل هلا ما يحتاج يسأل هلا واحنا صار لنا ساعه نقول سوشي هو السوشي عبد الله صوب المشابيس واحنا صار لنا ساعه نقول سوشي من البرنامج ما له داعي حتى اسوي سسبنس حق الجمهور هو سوشي وايد سهل سؤالنا بس يلا ما يخالف واحنا نرد نقول لكم ترى اسئلتنا وايد سهله بس تعتمد على التركيز والتفكير ومخمخها صح وعطنا الاجابه يلا اماني عاد انت الحين نبي نشوف اماني منو المتصل راح يكلمك وان شاء الله يفوز ولا عندك بشاير يلا. يا هلا مرحبا فيك بشاير اهلا فيك حبيبتي شلونك تمام بخير الله يسلمك كل عام وانت بخير وعيدك مبارك مقدما انت بخير حبيبتي بعد عمري بشاير متابعتنا اي حبيبتي بس عافيه ما بي هذا الصندوق ما ادري شو لا تحاتين ماكو تجوري تبطل خلاص تجوري تبطل وطلعنا التابلت اللي فيه لانه ما حد فاز تجوري لان انا يعني ما احب عرفتي انه وايد صعب بس لا تحاتين ان شاء الله تكوني ربحانه ويانا فالش طيب كم عمرك بشاير؟ 20 سنه العمر كله يا رب ان شاء الله 20 سنه اي زين والله حسافه تعطيك مو 20 توتي صغير والله يلا العمر كله ان شاء الله وتربحين معانا الكاش امين شدي حيلك عندك 30 ثانيه تايم وراح اعطيك سؤال ياباني حلو اوكي وسؤال سهل راح اعطيك زين السؤال الاول شنو عاصمه اليابان سهل عاصمه اليابان اي يلا وايد سهل قولي معروف عاصمه اليابان تايم حاولي تعطيني الإجابة الصح طوكيو برافو الله عليك يا بشاير
اي والله الف مبروك وربحت الكاش 30 دينار مقدمه من وزاره الاعلام عليك بالعافيه الكاش تستاهلين امانه وانت واحدة من الجمهور الفرزوي بالضبط نعم. فرزوية صح وعطتنا الاجابه من بعد ما استشارت اليمها وهذا هو لما تعطينا المحاوله واحده وتكون صح بالفعل تفوز ويانا بس اكثر محاوله للاسف ما نقدر لان حدك محاوله واحده يا بيلا طبعا عاصمه اليابان طوكيو الله نعم. يا حالات اليابان واكلهم ولازم نروح اليابان ونشوف اليابان والله تبي الصراحه ماني شوقتين على السوشي يعني عند الراشد في مطعم مطاعم الكويتيه هذه الله في سوشي الله شيء وايد حلو وايد حلوين يلا ومعانا اتصالات وردوا واتصلوا ونذكركم تليفوننا الحصري رقم واحد ماكو غيره كم الرقم 2241-1202 ومعانا طبعا اكاونتنا في الانستغرام هاشتاج فورزا حط رقم تليفونك واسمك فريق تنسيق المتابعه بيدقون عليك وادخل معي على الهواء بالضبط وشدوا حيلكم وفالكم طيب وشدوا الهمه الله ومع عبد الله واماني الكل يكون ربحان نعم ما الله. عندنا احد خسران اماني يلا طبعا فقره التجوري اللي كانت كابوس لمتصلينا انفتح الباب انتهى اكيد الكل يخترع رهبه رهبه لا تعطونا التجوري يعني تخيلي صارت في مرحله من كثر ما يدقون على بعض تكفين الو لا تشاركين بهذا الصندوق اللي صندوق تشاركين مع فورزه صار العالم عندهم هوس بهذا الموضوع يبا خلاص التجوري فوبيا صارت خلاص فوبيا صار يلا ما يخالف ومع هذا للأسف اليوم يعني مسهلين هوايد وتبطل التجوري يعني ثلاث أرقام ورقم واحد ما سويناها قبل ما سويناها أول اليوم مرة مخرجنا والله مخرجنا اليوم مرة. عادل المسوي ما قصر يعني أول مرة نسوي أن نعطي رقمين في البداية وطلب منك رقم وبالنهاية إحنا معطينك رقم اللي هو كان سبعة كان سهل سهل وايد بطلنا على الهواء يعني يلا ما يخالف ونقول اللي ما فاز وهارد لك ان شاء الله وتردون تفوزون ويانا واهم شيء احنا نبي رضاتكم يعني اللي ما فاز معنا وخسر راح يريد ان شاء الله يشترك ويانا ثاني مره ويفوز نعم يا اماني نعم اكيد الكل يتصل معنا ويشارك وان شاء الله يكون قد التحدي ويفوز معنا بالكاش شو عطونا الاتصالات ونقول الو معك مشعل مشعل مساء النور شلونك مشعل مساء الورد مساء النور هلا والله هلا فيك كل عام وانت بخير وتقبل الله طاعتك السلام عليكم مبارك مقدمه ان شاء الله منه منك يا رب وايامك سعيده ان شاء الله مشعل قاعد تتابعنا لا والله برا السياره طالع برا بالسياره يلا دير بالك بس اهم شيء طريق لانه زحمه ولويا واحنا دائما اللبس الياباني اهم شيء دير بالك من الطريق وابيك تثبت معي معاك 30 ثانيه تايم حلو تمام انزين السؤال الخامس يا مخرجنا ناصر ونبي نعرف يا مشعل ماذا يطلق على اللباس التقليدي في دولة اليابان؟ الله. لباس تقليدي حق اليابان؟ اي شنو يطلق عليه؟ نعم احنا مو عندنا دشداشة كويتية هم عندهم لبس تقليدي. خاص فيهم الكيمينو صح صح برافو فورزا برافو الف مبروك برافو 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 الف مبروك عليك 30 دينار كاش مقدمه من وزاره الاعلام عادل يا مشعل هذا هو الصح عطانا الاجابه ما شاء الله عليه وهو بالسياره وريلاكسنج وراهي كفو طبعا يعني يلا. الف مبروك عليك اجابه علي بالعافيه طبعا السؤال مو سهل السؤال مو سهل حتى يمكن كانت الجمله صعبه انا ما اعرفها والله بس ان شاء الله بالعافيه برافو فعلا من جده وجد وعندنا اخر اتصال وتنتهي حلقتنا لهذا اليوم من عندنا يلا خلينا نشوف منو عندنا واللي راح يربح او تربح ال 30 دينار كاش من وزاره الاعلام ناصر مين داخل ما ادري سالفته عهود والله يعطيك العافيه يعافيك شو اخبارك الحمد لله تمام عيدك مبارك مقدما عهود شكلك قاعد تسوقين سياره قاعد تسوقين سياره ولا بالبيت انا لا بالبيت تشوفينا بالتلفزيون ناطرينكم اي حلوين حلوين يا عهود ماشي يا بطله عندنا سؤال ياباني الحين بسالك اياه سؤال سهل ان شاء الله سهل يه. سؤال ياباني وطبعا معاك 30 ثانيه لا تنسين عشان تجاوبيني على هذا السؤال شدي حالك مخرجنا جهز للسؤال الثاني من اسئله الدول سؤال ياباني سؤال ثاني يلا يا بطله يلا ما هي ثاني اكبر المدن اليابانيه مو طوكيو ما هي يلا. ثاني اكبر المدن اليابانيه مو طوكيو عندك 30 ثانيه مشهوره يسوون تواير معروفه تواير توائر سيارة أول حرف عبد الله يقول لك توائر أول حرف يو 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 وتاير يعني التاير توائر معروفة اي معروف بركة توائر أنت هذه أنوب أنوب يو اللي يوكو يوكو صرت ياباني أنا يلا قولي قالت قالتها جنى يوكا
شنو يوكوهاما. عدل اي صح. والله بعد قلبت ياباني. يوكوهاما. الف مبروك. فعلا الاجابه صحيحه. ثاني اكبر المدن في اليابان يوكوهاما. يوكوهاما اعطتها 30 دينار كاش مقدمه من وزاره الاعلام. الله عليك يا اماني. شكرا لكم. شكرا لمتابعتكم. شكرا استاذ هشام مصورنا المرنقي. شكرا ديكسن. يعطيكم العافيه. ابو مبارك. مبارك حزن الكاميرا بس حزن لي. ابو مبارك باي باي. باي باي حبيبي. باي باي. يعطيكم العافيه شباب. شكرا طبعا للمخرج عاد المسوي وايضا المخرج ناصر قاسم وفريق الاعداد نايف النعمه وايضا ريم تيتون. يعطيكم العافيه. بكذي انتهت حلقتنا لهذا اليوم. اشوفكم مع التحدي والمنافسه غدا باذن الله تعالى. تصبحون على خير. الله.